السلام عليكم، محمد الداودي رئيس جمعية تجار سوق تافوغالت. حنا عندنا واحد المشكل في هذا العين ديال تافوغالت، لان هاد الشهر كامل وهي كتيبس العين، كل 3 ايام 4 ايام وهي يابسه، وكنمشيو عند السلطات كنطالبوهم وما كيجاوبوناش. كل واحد واش تا كيقول لنا، حنايا مازال ما نتلقاو بالجواب، لان السياحه كيجيو عندنا هنايا، لما هو اساسي ديال كل شيء، وعندنا المعاناه، المشكل ديال الماء بزاف. خصنا المسؤولين ديال السلطات ديال تافوغالت وبركان يوقفوا معنا باش ما يبقاش يتقطع هذا. السلام عليكم، حنا بجمعيه تافوغالت، وحنا كنشوفوا هاد السقي هذا كيشدوها. خصنا الجماعه البلديه تاع تافوغالت، المسؤولين جميعا باش يوقفوا معنا هاد تافوغالت اللي كيشدوا لنا، وشوفوا لنا المشكل. راه يجيو لنا الزيار ديال تافوغالت هنايا، يجيو تاع توريست، وخصنا المسؤولين يوقفوا معنا. السلام عليكم، وبالمناسبه كنشكر هذا المنبر تاع شوف تي في، كنشكر جزيل الشكر، لانه هو المنبر الوحيد اللي حاسين به انه كيتابع المشاكل والمعاناه نتاع المواطنين، سواء في المنطقه او للصعيد الوطني. وبالنسبه للعين، حنا عندنا مشكله هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام وهي ناشفه، ومع العلم ان هذه العين هذه ان كانت كتدل على شيء، وانما كتدل على المنطقه بذاتها، لان تافوغالت في الاصل ديالها الاسم ديالها الحقيقي هي عين تافوغالت. الا رجعنا الوثائق الاستعماريه نتاع بكري نتاع الاستعمار، الاسم ديالها عين تافوغالت في جميع الوثائق. ومع الاسف اللي كنلاحظوه الان واللي كنشوفوه اليوم هو هاد العين هذه نشفت، ما عرفناش واش بفعل فاعل او لا الفرشه المائيه اللي وقع لها مشكل. ولا كان بالفرشه المائيه، حنا كنطالبوا الناس اللي مسؤولين واللي كيتوشيو في هاد الفرشه المائيه يقوموا بالواجب ويشوفوا شنو غادي يشوفوا شي حل، لان في الحقيقه شفت هاد العين هذه المناطق، المنطقة كاملة كتستفد منها، والمنطقة كاملة كتستفد منها، سواء من بركان أو لا من ناظور أو لا من وجدة، يسقيو من هنا الماء. ولكن للأسف واحد المشكل اللي وقعنا فيه في هذه الأيام الماضية، أنه الناس كيجيو هنا كيجيبوا بقلالي ديالهم، كيجيبوا بقرائط ديالهم باش يسقيو الماء وما كيلقاوش، وهذا مشكل، ومشكل كبير 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 بزاف. لأن باش غادي نجي أنا من ناظور حتى لهنا باش نسقي واحد القرعة ديال الماء ونلقى العين ناشفة، بالنسبة لي مشكل، ربما ما غاديش نرجع هنا. وإلا ما رجعتش هنا عندنا واحد، إلا ما رجعتش أنا لهنا، الناس المواطنين هنا والتجار هنا اللي كيستافدوا من هذا المواطن اللي غادي يسقي الماء، ربما يشري قلة ولا يشري شي حاجة يعني، وبالتالي يعني عندنا مشكل هنا. وكنطلبوا بالناس المسؤولين باش انهم يفتحوا شي تحقيق في هذا المشكل اللي وقع، لان ما وصلش هذه واحد جوج سوايع او ثلاثه السوايع، شي ناس مواطنين عاديين قاموا بواحد المبادره ومشاو لواحد الروغار كما كنقولوا، وتمشاو تما وسدوا واحد القادوس، ولا رجع المال لهنا. يعني كاين فعل فاعل، ماشي الفرشه المائيه هي اللي راها كتوشى.